ويجي شوي. يلا طيب، كني في بيت جميل. تفضلي. هذا البيت الجميل كنا بيتي أنا، وشفت لا إله إلا الله طاولة طعام ملكية مرة فخمة. هذه الطاولة اللي يصف عليها زي الطاولة الملكية، وعليها طعام متنوع وحلو يعني فاخر. بعدين كني فتحت الثلاجة وفيها أكل، وفي أسياخ حق شيء طابوق زي كذا، دجاج مستوي والله حلو. ماني عارف ايش صوتك، في طبقة تمنع الاستقبال لدماغي. عيدي مرة ثانية، أبشر. عيدي مرة ثانية. الله يعينك. شفت بيت جميل. هذا البيت كنا جالسين فيه، وشفت طاولة طعام ملكية كبيرة وحلوة يعني طويلة وجميلة، زي حقة اللي تنعرض في التلفزيونات حقة الملوك. وفيها لا إله إلا الله أكل يعني أصناف حلوة مرة من الأكل. وبعدين يا سلام، شوية لو شفت كأني فاتحة الثلاجة فيها أكل مليانة. وبعدين شفت أسياخ شيش طاووق أكلته. وبعدين كنا دخل علينا لا إله إلا الله الأستاذ عمرو خالد هذا الداعية، كنا دخل علينا وكنا مذهول يعني، أو في علامة استفهام أو زي كذا يعني مستغرب. وانتهى المنام يا طويل العمر. ما اشترك. شوف كيف لما خلص التحيات وانتهى المنام ما سوت فاصل، خلى مخي يسوي للاك. هذا الصح، شوفوا ما اشترها ريفة الجنوب، فعلا يا ممتازة. ساتر. يلا خبريني يا ريفة الجنوب، شو حالتك الاجتماعية والصحية والوظيفية؟ أنا متزوجة عرفنا الوظيفة. ايه، كم ومتوظفة اطفال عندك؟ لا إله إلا الله، عندي 3 ومنتظرة حمل صراحة، وأنتظر ما شاء الله، يعني مرأة ترقية منتجة يعني يعني. الحين على وشك. طيب وحالتك الصحية زينة؟ الحمد لله يعني أحيانا تمام وأحيانا يجي تعب يعني. عندك مشاكل مع الوزن يا ريفا؟ لا الحمد لله، وزن أشوى ينزل الحمد لله، يعني ما في صعوبة الحمد لله. كنت أول أعاني الحين الحمد لله تمام. لا يا عمري غريب انت، الحلم هذا ما ينفع العام، ما ادري ليش بعت يا العام. يعني هذا الحلم لازم يتفصل كل كلمة، كل حرف، كل شيء، يعني احطه على ورقة وهي احط كل طبخة شو تفسيرها، شو معناتها، شو ما ادري شو. هو شوفي بشكل عام البيت او المكان يدل على الاهتمام ورضا الناس من حولك، معناتها في العمل. الطعام اللي كنت حاطيه في الحلم بقدر جودة الطعام وشكله، إذا كان حسيتي إنه يعني مقبول بالنفس ومرغوب بالنسبة تشتهي الأنفس، معناتها عملك الذي تقومين فيه في العمل عاجب الإدارة وعاجب الناس في المكان اللي أنت فيه، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يعني تنالين الترقية اللي تنتظرينها. طبعا الولادة ما لها يا علاقة، رب. علاقة في زوجك ما لها علاقة إلى آخره. أهم حاجة في الحلم اللي هو انه سوف يتكلم الناس عن ما قمت فيه، يعني يعجبهم انجازاتك. حاولي ابدع شوي، انت بعد لا تكوني روتين ماشي على جدول واحد، ابدع شوي. لان عمر خالد اللي انت قلتي عنه اصلا شهر وتم معرفه اسمه مش على اساس انه داعيه، اساس انه داعيه قصصي. هو شخص أيوه كان يتكلم عن القصص، يعني قصاص على يقصص القصص صحيح. التاريخيه. فمعناته اما ان الناس تتناقل قصصك وانجازاتك، واما انه طريقه كلامك مع الناس راح يكون لها ايضا دور ايجابي في دعم ترقيه لك والوظيفه. انا اتوقع والعلم عند الله الحلم هذا من الرؤى الواضحه القريبه من العين والقلب، اعتقد انه قريب يتحقق ان شاء الله في ايام او يا شهور رب بكثير. والعلم يا عند الله رب يا رب. العالمين، يا رب الله يجزاك خير. ما في